الصلح خير، واكيد كلنا حابين الصلح، واكيد مفيش حد ما بيحبش الصلح، والصلح ليه مزايا كبيره وكتيره جدا جدا جدا، وده اللي احنا بنتمناه في الرياضه، ان الناس تكون علاقتها كويسه ببعض، الانديه علاقتها كويسه ببعض، الناس علاقتها كويسه ببعض. امبارح طبعا المستشار مرتضى منصور اعلن الصلح والتنازل عن القضايا ضد عبد الناصر زيدان. عبد الناصر زيدان تقبل الموضوع بصدر رحب، والدنيا انتهت والقضايا انتهت ما بينهم. النهارده هو المستشار ما اعلنش حاجه، ولكن دي يعني اعتبرني بتوقع، ولكن للامانه ما حدش اعلن حاجه خالص. امبارح اتصالحوا، النهارده عبد الناصر زيدان مضى عقد برنامج جديد على قناه الشمس. البرنامج ده هيتقدم 3 ايام في الاسبوع، هيكون 4 وخميس وجمعة. فالصلح خير، والصلح حلو، والصلح جميل، وعبد الناصر زيدان بدل ما كان قاعد في البيت بيعمل الفيديوهات، ما هيعملها بقى على التلفزيون، والصلح خير، الصلح خير، والصلح حلو، والصلح نتيجته بتكون حلوة للناس كلها. فالبرنامج الجديد على قناة الشمس. طيب تعالى بقى بينا ندخل على الكلام التقيل، ندخل على الكلام المهم. الاهلي وانا حزين اللي انا بقول كده، بصوا تتفقوا او تختلفوا، انا زملكاوي متعصب، ومفيش زملكاوي يعني انا شايفه متعصب عني. يعني انا وانا بتفرج على الماتشات دماغي بتقعد تخبط في السقف، السقف بتاعنا عالي فبطير وبنزل، حاجات كده غريبة بتحصل. يعني النادي الاهلي نادي كبير، ونادي عنده جماهيرية كبيرة، ونادي عنده بطولات، كلنا شايفين الكلام ده، زي ما الاهلاوي المحترم يقولك نادي الزمالك نادي كبير ونادي عنده جماهيرية ونادي عنده بطولات، ده قولا واحدا. يعني مش هقولك النادي الاهلي ما عندوش بطولات، ومش هقولك جمهوره قليل، ومش هقولك ده نادي صغير، لا. فكنت اتمنى ان النادي الاهلي تكون ادارته يعني عندها من الحكمة اكتر من كده، عندها من الوعي اكتر من كده، عندها من الوعي اكتر من كده. النهاردة الاهلي بعت شكوى لمين؟ بعت شكوى للهيئة الوطنية للاعلام. حلو حلو. الشكوى دي بتقول ايه؟ الشكوى دي بتقول عاوزين رد في الشكاوي اللي قبل كده اللي احنا بعتناها ضد المستشار مرتضى منصور. قول لنا يا هيئة وطنية، قول لنا الشكوى او الشكوتين اللي فاتوا اللي احنا بعتناهم ضد مرتضى منصور، ايه اللي حصل فيهم؟ فبعد اذنك يا هيئة وطنية يا اعلام ردي علينا. المستشار مرتضى منصور بيطلع بيتكلم على قناة نادي الزمالك، ما غلطش في حد، ضحك وهزار ويقول لك اصل مش عارف ايه اصل ايه، والدنيا جميلة، ما غلطش في حد، ولا شتم حد، ولا جاب سيرة حد بالاسم، ولا اي حاجة. هو الراجل بيطلع بيتكلم بيضحك وبيهزر وبيقول اخبار وبيتكلم في مواضيع مهمة، وانا بقول لك مرتضى منصور ما غلطش في حد. فالنادي الاهلي عاوز يعمل دايما كده حالة، يعني عمل قلق في القضايا، وعمل قلق في الهيئة الوطنية للإعلام، ومش عارف يشتكي للحكام للفار، ويشتكي لاتحاد الكورة، واصل هننسحب. بحس ان النادي الاهلي ما بيعرفش يعيش في اجواء هادية، النادي الاهلي ما بيعرفش يعيش في اجواء يعني فيها هدوء واستقرار وسكينة، لا، انا لازم اعيش في اجواء مسمومة، انا لازم اعيش والنيران كده حوالي عمالة بتشتعل، وانا اقعد كده ايه اعمل كده. هو انا عاوز اعيش في الجو ده؟ انا مش عاوز كنادي اهلي اعيش في هدوء واستقرار، وتبقى علاقتنا كويسة ببعض، ونحط ايدينا في ايدين بعض عشان نعمل دوري محترم ونعمل دوري كويس، لا. انا عاوز دايما كده يبقى فيه، على رأي عمرو دياب الفنان بتاعي المفضل، يعني انا هعمل مهرجان مهرجان، اهو دول بقى بيعملوا مهرجانات على طول. يا عم يعني يا جدعان هدوا شوية،
اهدوا شويه، مش معقول كده، شكوى هنا وشكوى هنا وشكوى هنا وشكوى هنا وشكوى هنا. طب والله والله وبحلف بالله، هو طبعا المستشار مش هيعمل كده، ولكن تعالى تخيل كده النادي الاهلي يقول لك ايه، هنسحب القضيه بتاعت حبس مرتضى منصور، هنسحبها والله العظيم. مرتضى منصور هيطلع تاني يوم في التلفزيون هيقول لك انا رايح بكره زياره للنادي الاهلي، انا بحلف لك بالله وبقسم لك بالله. مرتضى منصور ده مفيش اطيب منه، والله ما في اطيب منه. لسه بقول لك اهو، خناقات مع عبد الناصر زيدان وقواضي ومش عارف 18 سنه حبس ومش عارف 300 قضيه وحاجات كده غريبه، يعني حاجات شعرك يقف. وهوب مره واحده عبد الناصر زيدان اتصل اعتذر له، وانا اسف والنص من شعبان وحقك عليا وعاوزين نبدا وانا بحبك في الله وعشان الدين وعشان ربنا، اتنازل عن القواضي والدنيا خلصت. وكمان استفاد عبد الناصر زيدان اهو، طلع على قناة الشمس وهيعمل برنامج. ف معرفش النادي الاهلي عاوز ايه في الرياضة المصرية وعاوز يعمل ايه، يعني معرفش معرفش انا معرفش. فالاهلي بعت شكوى، واعتقد يعني محدش هيبص للشكوى دي لان مرتضى منصور ما عملش حاجه تسيء لي، ولا شتم ولا غلط ولا اي حاجه. مرتضى منصور ما عملش حاجه غلط ولا اي حاجه، انا كل يوم بسمعه، ما طلعتش من بقه عيبه، ما طلعتش من بقه عيبه. تعال بقى ندخل في الصفقات، تعال ندخل في الصفقات. الصفقات خليني اقول لك الاول ان في اتنين لعيبه في نادي الزمالك الاداره وفيريرا هيدوهم مطلق الحريه في تحديد مصيرهم. اتنين لعيبه في الزمالك الاداره وفيريرا هيدوهم مطلق الحريه في تحديد مصيرهم، يعني مش هيخنقوهم من الاخر، مش هيضغطوا عليهم. عاوزين تكملوا اهلا وسهلا، مش عاوزين تكملوا خلاص اهلا وسهلا، ولكن اعاره مش بيع. مين هما الاثنين لعيبه دول؟ اثنين لعيبه كبار من كباتن الفريق، يعني يوسف اوباما ومحمود علاء. يوسف اوباما ومحمود علاء. اداره نادي الزمالك انا بكلمكم بصراحه اتكلمت مع فريرا الولاد وعاوزين يمشوا وحاسين ان الموسم اللي جاي هيكون يعني عاوزين يجربوا فرصة جديدة يغيروا جو، يمكن لما يغيروا جو يرجعوا لمستواهم. فريرا قال انا ما عنديش مانع وانا موافق و اوكي وجو اهيد نخلص الدوري، ولو عاوزين يطلعوا اعارة سنة انا كمدير فني موافق وما عنديش ادنى مشكلة. فادارة الزمالك بلغت محمود واوباما ان ان شاء الله باذن الله بعد الدوري وبعد ما نخلص المدير الفني هنقعد معاه مرة تاني. والله ها ايه اخر كلام، محتاجهم هنخليهم، مش محتاجهم وفيهم البديل لا، ممكن اني يطلعوا اعارة سنة يغيروا جو يغيروا جو. اوباما تتفق او تختلف عليه، اوباما كسبك ماتشات كتيرة، واوباما حتى لو مش عاجبنا السنة دي ولكن اوباما لعيب كبير يعني، ولكن في طريقة فريرا اللي هو المهاجم الوهمي والبلاي ميكر اوباما مش هيبقى ليه دور قوي في الطريقة الجديدة بتاعت فريرا. محمود علاء هو عنده مازال بيمر بحالة عدم اتزان، وحسام عبد المجيد تألقه الغير طبيعي، يعني حسام عبد المجيد ده موهبة انفجرت مرة واحدة، هوب مرة واحدة بقى عندك زي محمد عبد المنعم في الأهلي. محمد عبد المنعم لما كيروش ضمه للمنتخب أنا قلت إيه محمد عبد المنعم ده؟ لعيب فيوتشر، إيه يا عم إيه في إيه؟ هوب محمد عبد المنعم ده انفجر مره واحده في بطوله الامم وبقى يلعب نهائي كاس الامم الافريقيه. فحسام عبد المجيد كده موهبته انفجرت مره واحده. فانفجار موهبه حسام عبد المجيد مع الثبات في المستوى والتالق الغير طبيعي لمحمد عبد الغني والقوه والجمال والحفاظ على اللياقه والمستوى والروح القتاليه للونش،
التلاتة دول زائد كمان مين هيكون موجود السنة اللي جاية؟ أحمد أيمن منصور وقع رسميا لنادي الزمالك في حضور الكابتن أيمن منصور والده. أحمد أيمن منصور وقع رسمي فهمي نظمي، أحمد أيمن منصور بموافقة البروفيسير، بموافقة البروفيسير. فهيبقى عندك كمان أحمد أيمن منصور السنة الجاية، وهيبقى عندك مين تاني؟ هيبقى عندك من ضمن اللعيبة اللي فيريرا وافق على عودتهم وقال هديله الفرصة، محمود شبانة. فمحمود شبانة هيكون موجود في الزمالك الموسم الجديد. تمام. طيب ايه تاني؟ واحد من الاتنين مش هيجيبوا الاتنين مع بعض، مش هيجيبوا الاتنين مع بعض، يا الزناري يا احمد ياسين، يا مصطفى الزناري بتاع طلائع الجيش، يا احمد ياسين بتاع البنك الاهلي. وفريرة ميال شويه لاحمد ياسين، انه بيعرف يطلع بالكوره، بيعرف يعمل البيلد اب من تحت ويبني الهجمه ويساعد زمايله، وهادي كده زي محمد عبد الغني، من النوع اللي بيعرف لعيب كوره احمد ياسين. فده اللي مخلي فريرة شويه ماشي، ممكن محمود علاء ياخد الفرصه ويطلع، وانا مش هكون في حاجه ليه قوي، يعني انا مش هكون في حاجه ليه قوي. ماشي. طيب ايه تاني ممكن في الاعارات؟ احنا قلنا محمود شبانه راجع، مليون في المية راجع للزمالك من الاعاره حمدي علاء ومروان حمدي من سموحه، دول راجعين مليون في المية. هيبقى موجود حمدي علاء الموسم الجديد، وهيكون موجود في نادي الزمالك الا اذا ايه يا عم محمد؟ ما انت لسه بتقول لنا ان حمدي علاء راجع، الا اذا يعني انا جاي لك دلوقتي في صفقه بوبو، خلصت بوبو وعندك الوردي زكريا الوردي، ولو جبت دونجا زائد محمود عبد العاطي بتاع الاسماعيلي اللي موقع للزمالك ولكن مستنيين عليه شويه لما يشوفوا هيجيبوا بوبو دونجا، فحمدي علاء راجع، بس ممكن في اخر لحظه لو دونجا بيراميدز جه مع بوبو مع الوردي تكرع بخط وسط ناري، فممكن حمدي علاء يكمل مع سموحه او مع نادي تاني. انما حمدي علاء لغايه ما انا بكلمك دلوقتي يعني فرير عاوزه عشان سنه الصغير ولعيب كورته حلوه ولعيب كوير. طيب مين اللعيب التاني اللي راجع مليون في المية؟ مروان حمدي. مروان حمدي موجود، هيكون موجود مع الجزيري الموسم الجديد، واحتمال مش اكيد ما يكونش في مهاجم صريح معاهم، هم اللي هيبدأوا الموسم الجديد، مروان والجزيري. الجزيري متألق ومروان هو هداف الدوري بعد احمد سيد زيزو، وبرضه لسه جايب جون امبارح لسموحة. فمروان هيكون موجود. وما تنساش كمان في نص الملعب، ده انا نسيت اقول لك الخبطه الكبيره، ان عبد الله السعيد لو جه برضه بيلعب في نص الملعب في الحته بتاعت رقم 8 دي، فعبد الله السعيد اصلا ده يتحط ويتحط عليه الفرقه. فانت ممكن الموسم الجاي تسيب حمدي علاء، ولكن لغايه ما انا بكلمك دلوقتي حمدي علاء راجع الزمالك. جبت ده كله، عبد الله السعيد وبوبو ودونجا ودونجا التاني، وعملت المعسكر ده، ممكن تسيب حمدي علاء اعاره تاني ياخد فرصه ويكون موجود في نادي ياخد خبرات والكلام الجميل بتاعنا ده.